هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. من محافظة المنوفية فيها تم افتتاح 10 معارض أهلا مدارس، أما في محافظة الإسكندرية فمعنا خبر عن عودة مسار الترام إلى العمل بعد الانتهاء من إصلاحات مزلقان الإبراهيمية. كمان معنا في شمال سيناء تم افتتاح نقطة طبية في حي الكرامة بالعريش لدعم الرعاية الصحية للأهالي، وفي الجيزة تم اختيار 15 مشروع للترشح للمبادرة الوطنية الخضراء الذكية. خلينا نتابع باقي الأخبار في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن مديرية التموين في محافظة المنوفية أعلنت افتتاح 10 معارض أهلا مدارس في نطاق المحافظة للتسهيل على المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، وتم افتتاح المعرض الرئيسي في مدينة شبين الكوم بالتزامن مع افتتاح معارض أهلا مدارس في مدن السادات، منوف، تلا، أويسنا، الباجور، بركة السبع، أشمون والشهداء. أعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من مزلقان الإبراهيمية وعودة مسار ترام الإسكندرية للمسار الطبيعي بعد توقفه في إطار تنفيذ أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمنطقة سبورتينج، وتم تنفيذ قطع مسار الترام بمحطة الإبراهيمية. مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء أعلنت عن افتتاح نقطة طبية في حي الكرامة بالعريش كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في شمال سيناء. النقطة الطبية بيتم من خلالها توفير الرعاية الطبية الضرورية والأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية لأهالي حي الكرامة في إطار إعطاء أولوية أولى للعناية بالقرى البعيدة والمناطق الأكثر احتياجاً. محافظة الجيزة أعلنت أنه تم اختيار 15 مشروع من أصل 79 مشروع تقدم للترشح للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتمثيل محافظة الجيزة في المبادرة إلى جانب اختيار مشروع ليكون سفير للمحافظة، وتم تقييم المشروعات وفقاً لمعايير المبادرة. يستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الحالي بداية من اليوم السبت 153 رحلة طيران دولية بتصل من السبت حتى الجمعة المقبلة، وبيتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم. مديرية الصحة بالأليوبية أكدت أنه تم إدراج 3 وحدات جديدة للتشخيص عن بعد بالمرحلة الثانية من مبادرة تحسين الخدمة الصحية والتخفيف عن المواطنين. بتعد الوحدات الجديدة اللي تم إضافتها بمركز طب الأسرة بكفر تصفى ومركز طب الأسرة بسنديون إلى جانب مستشفى حميات طوخ، ليبلغ عدد وحدات التشخيص عن بعد في المحافظة 7 وحدات. افتتحت مديرية أوقاف مطروح 4 مساجد جديدة بمدينة مرسى مطروح احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، وهي مسجد الإحسان بالكيلو 7 ومسجد الرحمن بالكيلو 2 ومسجد عبد الواحد بقرية القصر. أعلنت محافظة بني سويف أنه تقرر بدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات المقبولين ضمن مسابقة 30,000 معلم على وظيفة معلم ورياض أطفال بالمرحلة الثانية وتظلمات المرحلة الأولى، وده قبل بداية العام الدراسي الجديد، وبيتم التدريب اعتباراً من الحد المقبل حتى الخميس على مدار 5 أيام داخل بعض المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف. أعلنت محافظة أسوان بحث مقترح أهالي قرية فارس بمركز كومومبو المتعلقة بالمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل المزمع إنشاؤه من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، واللي بيتمثل في تصنيع وتعبئة وتجارة التمور داخل قرية فارس بمركز كومومبو.